الصبح مش دايما بيبقى حلو. كل يوم الصبح سريري الدافي بيبقى ناعم جدا ومريح. انا تعبت من منبه ساعتي، الاحسن انه يبقى هادي من هنا ورايح. ولو نمت بعمق شديد لدرجه انكم مش بتتفاعلوا مع اي حاجه بتحصل حواليكم، فده وقت انكم تعملوا شويه خطوات حقيقيه. استخدموا منبه ساعتكم ومجموعه دبابيس ضغط، الزقوا دبابيس الضغط بشمع سخن في الاجراس المعدن. النتيجه هي انفض بيشوك. اظبطوا منبهكم وسيبوه على الترابيزه اللي جنب سريركم. صاحبتي دايما بترمي المنبه على الارض، لكن من دلوقتي هتندم على ده. هو ده بيوجع قوي كده ليه؟ ما تتوقعيش مني اي تعاطف، مهمتي هي اني اتاكد انك مش هتتاخري على فصلك. يلا، انت دايما بتبالغي، لسه في عندنا وقت كتير. خليني انام هنا دقيقتين مع موبايلي. طيب يا ترى قناتي اللي انا بحبها هتفرجني على ايه النهارده؟ اوكي، انت هتشوفي حالا حاجه مثيره للاهتمام فعلا. انا هحل المشكله دي حالا. انت لازم تقفلي الانترنت فورا. شدي سلك الباور من الراوتر. هو ده. حصل ايه؟ فين الواي فاي؟ امي الواي فاي عندك قال جود باي. الاميره المسكينه النعسانه دي مش عايزه تصحى خالص، جايز الشاور هيفوقها. خلينا نرش عليها شويه ميه بارده. الميه البارده بتنعش صاحبتك، ودلوقتي هي بقت مستعده اخيرا انها تسيب مملكتها النعسانه. لكن الجمال النايم بيتكافح كمان في المطبخ، هي مستعدة إنها تروح في النوم فوق الترابيزة. وادي افطارك أهو. أفتكر إن شهيتك هتحتاج لتنبيه صحيان مخصوص ليها. نضيف معالق في كوباية مية باردة، نستنى شوية دقايق بس ما تروحيش في النوم. صاحبتي بتقدم لي معلقتين، هو أنا ليه محتاجة اتنين؟ أنا مش هقدر آكل بإيديا الاتنين في وقت واحد. سخيفة، دول مش للأكل، دول علشان وشك النعسان. ثبتي المعالق البارده كده تحت عينيكي دقايق قليله بس، وانك تخلي عينيكي مفتوحين هتكون اسهل بكتير. مش حاسه بان بشرتك صحيت؟ التاثير هيبقى مدهش، بالاضافه ان المعدن البارد هيشيل الانتفاخات والاكياس اللي تحت العين. طيب بما انك لسه مش عايزه تفطري، خلينا نتعلم. دي كل دروسك النهارده. اوه لا، انا دماغي لسه نايمه، مفيش ولا فكره واحده ذكيه في مخها النعسان. انا حتى مش عارفه ابدا منين، جايز نشارهم لوقت تاني. دي حاجه سيئه، العالم ما شافش دماغ نعسانه بكل الكسل ده قبل كده. لكن انا عارفه بالظبط ايه اللي ممكن يساعدك، قائمه باللي ممكن يتعمل. طيب طبعا، اتاكدي من ده لو سمحتي. قائمه الحاجات اللي محتاجه تنفذيها النهارده على الجزء الشمال من الورقه، واكتبي الخطط المستعجله على اليمين، وخلي مكان لتسجيل الملاحظات طول النهار. اوكي، ممكن اكتب ايه هنا؟ انا مش عارفه ابدا منين. ابداي باكتر الحاجات المهمه. كبدايه اعملي علامه على كل اللي نفذتيه النهارده بماركر احمر. صحيتي؟ اكلتي فطارك تقريبا؟ واو، لسه الليل ما جاش، لكن انا عملت حاجات كتيره فعلا. انا بدات احس بالفخر. طيب وعملتي ايه كمان؟ اوه ايوه، نوم. نعلم على ده. اوه طيب، مش هنوصل لاي مكان بالطريقه دي. يلا نجرب طريقه تانيه للصحيان. قهوه مخصوص بعلامات. نستخدم مج صفر مع شريط لزق رفيع، ونلزق ثلاث شرايط متوازيه مع بعض. نرسم خطوط على الشرايط بماركر ثابت. نشيل شريط اللزق. نعلم القياس. على الخط اللي من فوق نكتب قنبلة القهوة، ونكتب طاقة على العلامة اللي في النص، ونكتب اصحي في آخر الخط. إيه ده؟ قهوة؟ دي مش قهوة وبس، ده مشروب هيساعدك تصحي عند العد التلاتة. اشربي أول بق. واو، ده انفجار طعم حقيقي بينتشر في كل جسمي. البق التاني، وبحس باندفاع الطاقة. وأخيراً آخر جزء، الصحيان. انشغلي اللحظة وصاحبتك بتحاول تنام على طول. اوه طيب، دي نامت تاني. يلا نستغل الوقت ده ونعمل شوية ميك اب. وفي وقت ما صاحبتك نايمة بسرعة، ضيفي ملمع شفايف على شفايفها. ضيفي شوية لوشن تحت عينيها. واستخدمي اي شادو جاف بيلمع. وضيفي الاي شادو على طبقة اللوشن بصباعك. زيني الميك اب بحجارة الراين. اوه، ميك اب النجوم ده مناسب ليها فعلا، وهي شكلها لطيف جدا وهي نايمه. لكن لازم تخلصي بسرعه، احنا عندنا فكره تانيه. هتحتاجي لصفحه ورق كرتون سميكه وماركر اسود. اكتبي بتمنى لك يوم سعيد على ورقه الكرتون. لوني الحروف بالوان فوسفور. علشان تخلي الكلمه تبقى مشرقه اكتر، امشي على الخطوط الخارجية وخلي الحروف مجسمة. ثبتي صورة ليكم انتوا الاتنين مع بعض. دلوقتي ممكن تصحي جمالنا النايم. اصحي، بصي انا عملت ايه؟ بوستر بيلمع مع جملة تحفيز.
هتزود صاحبتك بشحنة من السعادة والطاقة الإيجابية. لكن استني، لازم نتصور صورة سيلفي لأحلى صديقة. صاحبتك متفاجأة فعلاً، شكلي جميل جداً. هو أنت اللي عملتي كل ده؟ امتى لقيتي وقت لكل حاجة؟ أنت نمتي لمدة طويلة درجة أني قدرت أعمل حاجات كتيرة. في وقت ومكان لكل حاجة، اجري، احنا اتأخرنا فعلاً. هاتي صاحبتك للمطبخ مرة تانية، احنا عندنا ليها مشروب منشط حقيقي. ما تشتكيش، اتفضلي بس واشربيه، هي بتجرب المشروب، طعمه رائع. دلوقتي أنا فعلاً بدأت أصحى، أنا حاسة أني مليانة بالطاقة وجاهزة للجري في ماراثون كامل. مش أنتي معايا؟ لعمل المشروب ده هنحتاج ليمون وخيار وشوية نعناع. نقطع الليمون شرايح ونقطعهم لنصين، نقطع الخيار لحلقات، نقطع النعناع ونضيف المكونات في كاس. نملاه بمية فلترة للراحة. من الأحسن إننا نشرب مشروب الصبح ده من الشاليمو. أوكي، وقفي شرب، سيبي شوية في الكاس، ده وقت شحن المعادن والفيتامينات. لو كنتوا حاسين بصعوبة في الصحيان وقت الصبح، يبقى لازم تستخدموا فيتامينات واغسلوهم بشوية مية ليمون. هتحتاجوا علبتين كبريت، غطوا العلبتين بطبقة لون أكريليك أبيض. وبعدين هنستخدم ورق فوم ونلزق بشمع سخن قطعة من ورق الفوم على العلبة. نلزق ليبل، نقطع فتحة في العلبة ونثبت شريط، نزين جنبين العلبة بماركر، نلزق العلبتين في بعض. النتيجة علبة فيتامينات جميلة، نسحب الشريط والعلبة بتتفتح، عملية جداً. الكاس تقريباً فضيت، أنا شربت فيتاميناتي. الخطوة الجاية إني أعرف المفروض هعمل إيه مع شعري. جايز أستخدم شاليمو؟ آها، نستخدم شاليمو ونلف خصلة من الشعر عليه، نأمنه بمشبك هدوم، ولو في شوية أعواد شاليمو زيادة ممكن تعملي نفس الطريقة في كل شعرك. الكيرلز دي مريحة فعلاً في الحقيقة. شيلي أعواد الشاليمو من شعرك وهتلاقي كيرلز جميلة. الكيرلز دي شكلها جميل عليكي. طيب كده إحنا أكيد متأخرين، يلا بسرعة جهزي. أحسن صديقة ليا، صديقة جميلة جداً، أنا مش قادرة أبطل أبص عليكي. بالمناسبة، يا ترى جبتي مفاتيحك معاكي؟ أوه لا، أنا نسيت خالص. علشان تتأكدي إنك فاكرة كل حاجة قبل ما تخرجي من البيت، استخدمي منظم. بصي مريح قد إيه؟ في هنا كل حاجة هتحتاجيها، ساعتك، مفاتيحك، الميك اب، وحتى وجبات السناكس للخروج. ولو لسه ما صحيتيش لحد دلوقتي، المنظم هيساعدك انك تجهزي. للفكره دي هتحتاجي العلبه، نرسم قطع زي ده على قطعه ورق كرتون، نقصها ونعمل قطع في نص الجزء الكبير، نمرر الفواصل بشكل متقاطع. دلوقتي نستخدم مشابك ورق وشريط لزق، نثبت قطع شريط اللزق على المشبك ونكتب عليه، نضيف الاعلام مع الليبلز في الخانات، وبعدين نستخدم مجموعه حبال نثبتها في العلبة مكان المقبض. دلوقتي نضيف الحاجات في العلب. حتى لو سبتوا حاجة في البيت، كل اللي هتحتاجوه هيبقى دايماً في مكان قريب. حتى الأشخاص الأقوياء ممكن يبقوا ضعفة في أوقات. أنا بتمنى لو أقدر أستريح شوية، على الأقل مدة دقيقتين. المخدة دي ناعمة جداً وبتناديني، هو أنا ليه مش مرتاحة؟ احتمال تكون الملاية؟ خلينا نقولك تستخدميها إزاي بطريقة فعالة. لفي الملاية لفوق وزودي الجزء اللي من فوق، نامي بطول اللفة وثبتي راسك على المخدة. أنتي مش هتبقي قادرة ما تروحيش في النوم. أوه، يظهر إن بطارياتك خلصت. يمكن أنا لازم أنام دقيقة أنا كمان؟ لا لا، أنا أحسن من كده. طيب وبالنسبة للرقص، شغلي شوية مزيكا ممتعة على موبايلك، صحي صاحبتك برقصة مجنونة. حفلة رقص طريقة رائعة للصحيان، وهتخلي صباح يومكم أحسن. مزيكتكم اللي انتوا بتحبوها هي أحسن موسيقى تصويرية للاستعداد للمدرسة. الوقت بيجري، اقلعي بجامتك. هو احنا معانا ايه هنا؟ هدومي بتاعت النهاردة، انت ما شفتيش التحول السريع ده قبل كده؟ شكلك رائع، وانت كمان. بعد صباح يوم مليان أحداث وحيوية، يومنا هيكون رائع. عجبتكم ابتكارات حياتنا للصبح؟ عرفونا أي فكرة فيهم هتضيفوها للروتين اليومي.
وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش أكتر ابتكارات حياة لطيفة من تروم تروم سيلكت.